يعني على كلامك هذا وكأننا أمام لا دولة، لا توجد دولة. يعني اليوم لفت الانتباه، وين هذه، وين الدولة؟ لفت الانتباه، وين الدولة اليوم؟ وين الدولة أستاذ أحمد؟ علم ودستور ومجلس أمة، ما موجودة هذه؟ سيد سرمد لفت الانتباه اليوم، رئيس مجلس القضاء يجتمع مع القائد العسكري المسؤول على حماية المنطقة الخضراء. يعني قبل ما تجري هذه الأحداث كانت تستطيع نملة أن تدخل المنطقة الخضراء مثلا؟ يعني ألا تثير هذه التساؤلات؟ كيف تم الاقتحام؟ كيف نصبت الأمور؟ أصبحت المنطقة الخضراء أي شخص يفوت لها يطب ويطلع براحته؟ يعني هذه ألا تثير تساؤلات؟ تعليقك على هذا المشهد. والله هذا السؤال جيد جدا. ما بسمن عادل عبد المهدي أطلق الرصاص ونتيجة 800 شهيد، ويمكن أنا قريت الموقف أتذكر في وقته 23,000 جريح. زين، يعني أنت شو تريد؟ يعني تريدون تنعاد هذا الموضوع؟ ترى بسيط جدا يعني على الحكومة، تريدون ينعاد هذا الموضوع؟ الكتل البشرية مع التيار الصدري تريد تنسفها؟ يعني شلون نريد نشمر عليها هاونات وقذائف مدفعية؟ يعني هسه والله يا جماعة مشكلة. زين، القوات الأمنية ذولا جيش وعسكر وشرطة، شي يريد يقاتلك؟ عندك فضل اشتباكات، المرحلة الأولى التدافع، أنا ينطيك إياها الكراسة مالتها، أنا ينطيك إياها أول مرحلة التدافع، يفيد بيهم التدافع هم من يجوك مليون واحد، خلاص. المرحلة الثانية هي العصي، هي يفيد بيهم عصي. المرحلة الثالثة هي إطلاق النار، حل إياها أنت هسه، خلنا نختار إنه وحدة ونفضها. إطلاق النار إيش قد تقتل؟ 200,000 واحد، 200,000 واحد، ها؟ إيه، هذا 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 واقع الحال. زين، ومن هناك الإطار واقف لك من صفحة ال شو اسمه هسه، والله همزين هناك من الحشد واقف. يا أخي يا أستاذ أحمد، والله العظيم يعني مرات يسألون عن الحلول، عمي حلول ماكو، فضوها لهاي العملية السياسية وألغوها. لم تعد هناك خطوط للعودة سيد سرمد؟ ماكو خطوط للعودة، ماكو خطوط للعودة، ليش ما جاي تقنع العالم؟ مدى أفتهم. زين، ما هو السيد، تعرفين اليوم، اليوم اليوم كانت تغذية السيد خطرة جدا، خطرة جدا، ما قروها العالم بصورة صحيحة. دي يقول أني إذا هذه أرفع إيدي أحل اللجنة العليا للتظاهرات أو المشرفة على الاحتجاجات. هاي شنو معناته؟ معناته روح يابا أنتم بعد تيار صدي صرفوا بكيفكم. هذا أني هيش قريتها بهذا الأسلوب، قريته أنه أني كنت فوق راسهم ومسيطر عليهم، الآن أني ما لي علاقة بهم، هم شعب وبكيف يتصرف، شنو اللي راح يصير؟ يعني دي يقولهم يعني انتوا فسروها. زين، لا، العالم تفسرها بغير تفسير والله، وانسحبوا، وهذا يقول خاف، وهذا